Lisa, qui compte Bertrand Jumor. Donc, je peux compter les قطعة الأولى اللي كنا قدمناها لكم هي شذرات من نوبة المزمون خدمناها كاملة كامل المكونات تاع النوبة الكلاسيكية كنا بدينا بصدر أنا عشقاتي في السلطان قال واحد الملاحظة أن هذا النص ماشي موشح هذا من نظم سعيد منداسي هو يعتبر أول شعراء الحوزي كان عاش في القرن 15 لا سويت فوتو الحوزي تبسا معروفة من الله معروفة كذلك الحوزي والحوزي اختارينا لكم نص من ديوان المسايب قصيدة نار وقرحتي بسبب القلب الحزين شكرا Thank you.
Thank you.
الحديثين والعصر كذلك بمن قصائد غربي من أهم القصائد اللي نعرفها ومزدولة كثير على الجمهور هي قصيدة الكاوي اللي كان الأستاذ محمود قصيدة من المغرب كان أداها بطريقته الخاصة وعطاها واحد الصبغة خاصة به اللي شاطرين فيه. اليوم ما نقدم لكمش قصيدة الكاوي، نقدم لكم قصيدة أخرى، ما حبيتش نصعب الأمور كثير. كاين جمهور كثير كان طلبني على قصيدة العرسة، اليوم نقدم لكم قصيدة العرسة إن شاء الله. Thank you.
بعد النوبة والحوزين والقصائد الغربية مروا المديح الديني. المديح الديني في أنواع، بين كنا قدمنا قصيدة ناري قرحتي من ضمن أستاذ الشاعر بن مسايب. بن مسايب كذلك كان من ضمن قصائد معروفة في المديح الديني، وكانت من أشهر القصائد اللي كان ضمها هي قصيدة الحمية صولا. قدمها لكم بصحة واحد صيغة جديدة، إن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا. I'm
Thank you.
Thank you.
نشكر القائمين على دار الأوبرا الجزائر العاصمة اللي قدموا لنا الدعوة. نشكر كثير السي نور الدين سعودي، السي عيسى رحماوي، وخلي اليوم اللي هو جو الجهوي مدينة تلمسان واللي تابع دار الأوبرا، الشباب هذا اللي دار مجهود كبير باش راح اليوم. إن شاء الله خير من الأخبار، ونحن نحضر فيها ونحضر فيها.